هذه هي الكلمة الأخيرة، وقبل أن نقدمها نعود إلى مفهوم هام طرحناه في مستهل هذا المحفل، وهو استثمار هذه اللحظات التاريخية الهامة لبناء قواعد الحياة الديمقراطية في السودان. سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وهو أمر يتطلب التزاما قويا من القادة وفي مقدمتهم قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة والذي يلقي كلمة الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضور الكريم، مواطنين، شرفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لزاما علينا بهذا الموقف أن نحيي الشعب السوداني أصل الحضارة والكرامة والعزة. أيضا نحيي شابات وشباب بلادي المتوثبين دوما للعطاء والبذل فداء لهذا الوطن. أيضا لزاما أن نحيي جندي بلادي وهم يبذلون أرواحهم وأنفسهم فداء ليحيا ويبقى الوطن. إن بلادنا تمر بظرف استثنائي منذ الإطاحة بنظام الإنغاز في أبريل 2019، وحتى يومنا هذا ظللنا كقوى مدنية وعسكرية في تنافر وعدم انسجام انعكس سلباً على استقرار الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأحاطت المهددات المحلية والإقليمية والدولية بوطننا. هذا الواقع حتى ما يحتم علينا جميعاً أن ننزع عن أنفسنا وكياناتنا المصالح المرتبطة بذلك ونعلي مصلحة الوطن والمواطن. فارتضينا من أجل ذلك أن نجلس إلى ما نحن بصدده اليوم، وهو الاتفاق على القضايا الوطنية التي بعلاجها نضع الأساس الصحيح والمتين لقواعد البناء الوطني. مواطنين الشرفاء، إن الموافقة على هذا الاتفاق لا تعني اتفاق مع طرف واحد أو مع جهة محددة، وأنما هو توافق وتراضي على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلول لها بمشاركة واسعة من القوى المدنية وأصحاب المصلحة بنية الوصول لمخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية والقوى العسكرية، حتى نمهد الطريق نحو التحمل الديمقراطي الحقيقي. مواطنينا الكرام، إننا في القوات المسلحة ومنذ وقت مبكر أعلننا أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت، وسعينا وسنسعى إلى تحقيق عدد من الغايات، أهمها تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ومنع تسييسه أو تحيزه إلى حزب أو جماعة أو أيديولوجيا. أيضا يجب أن لا تستخدم المؤسسة العسكرية عوامل القوة التي تمتلكها لمصلحة خاصة فردية أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو تنظيمية. أيضاً من واجبنا الالتزام بالمهنية العسكرية التي تتسم بالخبرة والمسؤولية ووحدة الجيش، وتعني هذه المهنية اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للسياسيين والبقاء على الحياد وحصر مهمة الجيش
في حفظ الأمن من المهددات الخارجية. أيضاً علينا الإقرار بأن السلطة المدنية هي المسؤولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية والسياسة العسكرية، وهذه الغايات التي ذكرت واجبة الاتباع في أي نظام ديمقراطي، ونحن الآن بصدد وضع اللبنات لهذا النظام الديمقراطي. نؤكد أننا سنمضي بالتزامن في المؤسسة العسكرية بالعمل على وضع تلك الغايات التي ذكرناها نصب أعيننا. هذا الأمر أيضاً يستوجب على السلطة المدنية أن تحترم المهنية العسكرية ولا تتدخل في الشؤون العسكرية الفنية، وتترك للقوات المسلحة مسؤولية تحديد التفاصيل والأعمال المطلوبة لإنفاذ سياسات وغايات الأمن الوطني. مواطنين الشرفاء، حتى نضمن استدامة ما توافقنا عليه اليوم، نؤكد على الآتي: لا حجر على قوى الثورة من الحرية والتغيير أو التنظيمات الثورية كما كانت في أبريل 2019، أو القوى الأخرى المتوافق عليها من الانضمام إلى هذا الإعلان في أي وقت. الالتزام بمعالجة القضايا المطروحة والمشاركة فيها بالسرعة اللازمة والمطلوبة. أيضاً الإيفاء بمطالب الشعب السوداني في تحقيق الحرية والسلام والعدالة، ويكون ذلك وفقاً للقانون. نؤكد التزامنا على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً. هذا الأمر يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في مرحلة انتقالية استجابة لمطلب الثوار. العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات. مواطنين الأعزاء، من أجل هذا الوطن وإبراج راحاته والحفاظ على وحدته واستقراره تم هذا التوافق، فلزاماً علينا أن نشكر كل من بذل جهداً أو فكراً أو عملاً لإكمال هذا الأمر. أيضاً يجب أن نشكر أصدقاء السودان وأشقائه وجيرانه في كل مجموعات المساعدة والتيسير إقليمية ودولية، ونرجو أن يستمر الدعم والمساندة للانتقال الذي يحتاج إلى إكمال رفع العقوبات وإزالة آثارها ورفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. أيضاً الإيفاء بالدعم الاقتصادي والتطبيع مع المؤسسات المالية العالمية، دعم مطلوبات الانتقال واستكمالها، خاصة ما ترتب على اتفاقية السلام. أيضاً دفع جهود السلام مع الإخوان الحلو وعبد العزيز الحلو وعبد الواحد، اللذين نتمنى أن ينضموا إلى مسيرة البناء الوطني. ختاماً، نجدد التزامنا بالمضي قدماً في إنجاز ما توافقنا عليه اليوم، والعمل سوياً على إكمال الانتقال للوصول للهدف المنشود، وهو انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. نجدد دوماً عهد القوات المسلحة مع شعبها بأنها ستبقى إلى جانبه ولن تخذله ولن تقف في طريق تحقيق أحلامه وتطلعاته. أشكر الجميع حضورهم ومشاركتهم، وأتمنى أن نلتقي قريباً في حفل التوقيع على الدستور الانتقالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان.